جان، ذكرتي موضوع الوظيفة، هواية تنقلتي بوظائف عدة ومناصب عدة، هواية ناس تقول إيش معنى أنتي؟ ماكو غير جهان، أي كل وزارة تريد تسوي متحدث إعلامي تجيب جهان، كل وزارة تريد وحدة تمثل المرأة تجيب جهان، إيش معنى أنتي؟ والله لكل مجتهد النصيب. أني صار تقريباً 8 سنوات أنا ما تنقلت بأماكن، هي وزارتي فقط. 8 سنوات قضيتها في وزارة الثقافة، الوزارة اللي أعشقها، اللي جسدت لي شخصيتي. بعدها النقل، وبعدها بعد ما شفت أنه ماكو توجه حقيقي لدعم الثقافة، كأنك تنفخ في قربة مقطوعة، فتركت وزارة الثقافة وطلعت أبكي طبعاً من عندها، أنه حياتي ذكرياتي بداياتي بيها. فطلعت من وزارة الثقافة، يعني ما أعرف، يعني القدر ساقني إلى وزارة النقل بدون تخطيط بدون اختيار، يعني سبحان الله رحت هناك. بس جان، بظل الدولة يعني تحكمها البطالة ويحكمها المظاهرات على مود ناس تتعين، يعني منطقي أن تقولين أنا طلعت ورحت الغير وزارة بهاي السهولة؟ يعني نقل يعني أنت عندك عندك درجة وظيفية، عندك ملاك. أنا ترى على فكرة أكو هاي من تصير عليها هجمات بالفيسبوك. أنا صار لي 10 سنوات موظفة. أوكي. أنا مو توني متعينة. ثانياً أنا متعينت بوقت اللي كان ما حد يحب يتعين وما حد يدور تعيينات. متعينت بال 2010 2009 تقريباً، أي 2009 2010. من تعينت بذاك الوقت كان ما حد يدور التعيين أصلاً، وما حد يدور، ومن يتعين بوزارة الثقافة راتبها 400,000 أصلاً في ذاك الوقت. كان الوضع الاقتصادي جيد جداً من 2009 2010. نعم. فما حد يدور 300,000 و400,000، وتتعرف رواتب وزارة الثقافة جداً جداً بسيطة وقليلة، ولا زالت على هاي الوضعية. فلذلك لكل مجتهد نصيب. يجوز أنا كنت أرضى بال400 و300، يجوز غيري ما كان يرضى، هسه قام يدور هاي الوظائف. فيعني اللي قاعدين بالبيت، أنا كنت أطلع من الصبح وأروح لوظيفتي وأركب سيارتي، وكنت أصرف على دائرتي من نحتاج، لأن تعرف تمويلنا بسيط بوزارة الثقافة. صحيح. فكأشياء إحنا كنا كموظفين، ويذكرون وزارة الثقافة ويصير موظفين يسمعوني في وزارة الثقافة، هم يصرفون من رواتبهم البسيطة وجيوبهم على دوائرهم وأقسامهم.